الرحيم. السلام عليكم متابعو فعاليات المؤتمر الكرام. يسعدنا نحن ابراهيم عدريس عبد العاطي محمد اخصائي نفسي مستشفى الصحه النفسيه، الاستاذ الدكتور سعديه بدوي استاذ علم النفس كليه الدراسات العليا للطفوله جامعه عين شمس، ان نشارك بورقه بحثيه بعنوان اضطراب كرب ما بعد الصدمه وعلاقته بالقلق والاكتئاب لدى عينه من المراهقين، وذلك في اطار فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقطاع الدراسات العليا بكليه البنات جامعه عين شمس، بحوث المستقبل واجنده افريقيا 2063 افاق التكامل والتنميه. انتشرت الصدمات النفسية لدى الأطفال المراهقين، مما جعل البعض يطلق على هذا العصر عصر اضطراب التوتر، حيث يقدر أن ما يقرب من نصف الشباب قد تعرض لتجربة من نوع واحد على الأقل من الأحداث الصادمة، كالإيذاء الجسمي أو الاعتداء الجنسي أو مشاهدة عنف أسري أو مجتمعي أو موت غير متوقع لأحد أحبائي، خاصة في ظل أحداث كورونا التي نعيشها، أو تعرضه للعنف وذلك قبل سن 18 سنة. أسئلة وأهداف البحث. أسئلة البحث: هل توجد علاقة بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة والقلق لدى عينة من المراهقين؟ هل توجد علاقة بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة والاكتئاب لدى عينة من المراهقين؟ ويهدف البحث الرهن إلى الكشف عن علاقة بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة ومتغيرات القلق والاكتئاب لدى عينة من المراهقين. فروض وحدود البحث. فروض البحث: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة والقلق لدى عينة البحث. توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة والاكتئاب لدى عينة البحث. حدود البحث: الحدود المنهجية، المنهج الوصل الارتباطي، الحدود البشرية، المراهقين الذكور ذوي اضطراب كرب ما بعد الصدمة، الحدود الزمنية، الفترة التي تم فيها تطبيق أدوات جمع البيانات بالبحث، الحدود المكانية، مستشفى الصحة النفسية. إجراءات البحث: ألف منهج البحث، اعتمد البحث الراهن على المنهج الوصف الارتباطي. باء إجراءات البحث: واحد عينة البحث، تكونت عينة البحث من 14 مراهق من الذكور من ذوي اضطراب كرب ما بعد الصدمة المترددين على مستشفى حلوان للصحة النفسية بالقاهرة، تراوحت أعمارهم بين 12.10 و14.16 سنة ميلادية بمتوسط 13.52 وانحراف معياري 76%، وجميعهم من طلاب المرحلة الإعدادية وهم منتظمون في مدارسهم، وجميعهم من مدارس حكومية، وتلقون الخدمة النفسية بمستشفى حكومي ويسكنون في مناطق ريفية أو مناطق عشوائية، وتم اختيارهم وفقا لعدد من الشروط. 2. أدوات الدراسة: تم استخدام الأدوات التالية وتطبيقها تطبيقا جمعيا، وذلك في حجرة داخل المستشفى تم تجهيزها لهذا الغرض، وكان ترتيب تطبيقها كالتالي: 1. قائمة جامعة كاليفورنيا لأعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى الأطفال والمراهقين، قام بإعداد هذه القائمة ستيرنبرج وزملائه عام 2013 وفقا للدليل التشخيصي والإحصائي الخامس DSM-5 الصادر من جمعية الطب النفسي الأمريكية. 2. اختبار المواصفات المتابعة للذكاء، وهو اختبار غير لفظي متحرر من الثقافة، قام بتصميمه ريفين عام 56 في انجلترا. 3. مقياس تيلور للقلق الصريح، أعدته جين تيلور عام 53 وقام بتعريبه في البيئة المصرية مصطفى فهمي ومحمد غالي عام 93. وأخيرا قائمة بيك للاكتئاب 2 أعدها إيرن بيك وقام بتعريبها في البيئة المصرية غريب عبد الفتاح عام 2000، وقد تم حساب ثبات كل أداة على عينة البحث الراهن بالإضافة لعرض الكفاءة السيكومترية التي أجريت لها فيما توفر من التراث البحثي. 3. الأسئلة الإحصائية: تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان لحساب الدلالة الإحصائية للعلاقة الارتباطية بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة وكل من القلق والاكتئاب للتحقق من صحة فردي الدراسة. نتائج واستنتاجات البحث. نتائج البحث: 1. نتائج الفرد الأول: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية قيمتها 6/10 عند مستوى دلالة 5% بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة والقلق. 2. نتائج الفرد الثاني: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية قيمتها 6/10 عند مستوى دلالة 5% بين اضطراب كرب ما بعد الصدمة والاكتئاب. استنتاجات البحث: 1. تعليم النشأ بأن التعرض للموقف الصادم من الصدمة الكونية طالما أن الفرد يتعامل مع من يحيطه في البيئة التي يعيش فيها ولتجنب تبعاتها ينبغي تعلم الطرق الصحيحة في مواجهتها. 2. من المفيد تشخيص الاضطراب مبكرا بالشكل الصحيح كلما أمكن ذلك من خلال نشر الوعي به والأدوات والوسائل المقننة ذات الكفاءة القياسية المرتفعة، فهذا من شأنه أن يحد من أضراره أو تطوره أو ما يرتبط به من قلق واكتئاب عما إذا ما اكتشف مؤخرا. 3. تفعيل الدور الوقائي الاستكشافي للأخصائي النفسي في الاستكشاف المبكر للاضطراب بما يمتلكه من أدوات. 4. الاهتمام بتدريب العاملين مع فئة المراهقين الذين يعانون من الاضطراب للتخفيف من أعبائهم سواء فيما يخص الاضطراب نفسه أو ما يصاحبه من قلق واكتئاب. 5. عدم إغفال البرامج الوقائية أو العلاجية لاضطراب كرب ما بعد الصدمة لما قد يصاحبه من تغيرات مزاجية أو معرفية أو سلوكية قد تؤثر على فعالية هذه البرامج. نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.